بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي وأعزائي مشاهدي قناة جوهر السويس، النهاردة الجمعة وبعد الصلاة، ولازم نوريكم أجواء السوق عامل إيه عشان تعرف أنت نازل وإيه اللي موجود في السوق في محافظة السويس. صباح الفل يا حبيبي. شيكن وكابوريا او جلامبو زي السويس ما بيقولوا، وفي تشكيله شوار بلدي وتشكيله ممتازه، وزي ما تعودنا معاكم مع يوم الجمعه والشيف احمد شعره في البث المباشر. صباح الفل يا ابو حميد. انت شلت عرق الرمله وحطيت هنا اتفضل. بدي نص الجمبريه، بديها نص بالمقص، تفشر شويه، تفشر تبقى سهله في التقشير. تمام، بحيث ان في ناس كابوريا وحط عليها جمبري يا جماعه، شوربه سي فود يا جماعه، يبقى في اكيد جندوفلي. في جندوفلي سلقته خلاص؟ اتسلق. هاته. اهلا وسهلا، قابلت بيه وتشرفت بيه حضرتك. الحاج يسري عليها ربه من اعيان مصر في الادب. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ادي يا جماعه الجندوفلي ومعانا واحنا هنا. صباح الفل. بس مباشر على قناه جوهر السويس فيسبوك. الله يبارك فيك. هنا قلنا يا جماعه حط الكابوريا الاول وبعدين الجمبري، وادي الجندوفلي بعد ما اتسلق عمال تعمل عليها تيست او تشيك على اساس انه ممكن. بصوا يا جماعه اهي. تمام. يعني مش من عند الراجل البياع؟ لا مش شرط. حط على طول تسلقها وهيشطفها تاني. ربنا جعل ده الاكل بتاع الحاجه دي. ده الاكل بتاعها. سبحان الله. وتبقى نظيفه. الله ينور عليك. حكمة المولى تبقى نظيفه. ده جندوفلي العرايس. احلى واجمل من كده. انت بتعمل ايه هنا؟ هتقلي صح؟ قال يا عم. التتبيله عباره عن توم فقط. توم وملح بس. توم وملح. ما تحطش كركم؟ حسب طلب السمين. دي مقفوله اكيد فيها رمله. ما شاء الله حضرتك. بصوا يا جماعه، يعني يا جماعه الناس اللي بتهتم بالسي فود لازم تدقق في الجندوفلي بالذات. بعد ما بيتسلق اي مفروض انه لما بيتسلق كله بيفتح. كله بيفتح. اللي مش مفتحه بعد السلق اعرف انها تحتوي بداخلها على طينه ورمله، فيستحسن انك انت تهتم شويه وتتعب على اساس انك انت لما تشرب سي فود ما تلاقيش فيه اي زفاره او اي فيه اي طينه. ده هنقل ده كاليماري صبيت عمال. صبيت سيبيا او صبيت زيت. والنهارده بقى معانا سجان شوربه. ده حارق معاك سجان شوربه كمان. بصوا يا جماعه، ادي نظام احمد في القلي، زيت نقي وزيت ازايز مش زيت براميل. صبيت حطه في الدقيق وبيراجع مع بعض. دي سهله ربع العشاء ان شاء الله. شوربه السي فود، وهنبدا مع بعض نشوف اليه الصبيت. نركز مع بعض يا جماعه. الزيت لما بيتحرق مره واثنين احمد بتعمل فيه ايه؟ بتخلص منه. بفضل الله احمد، الحمد لله بنشتغل زيت وكله بسعره. لا والله الحمد لله، يعني مش في اقل سكه. لا يعني مش قصدي، يعني انت لما تدي حاجه نظيفه وتاخد حقك في الزيت زياده عن السوق بس. ماشي، بس زيت نظيف يا جماعه. توريني كده طابور. تعال كابوريا طاجن، افتح. بالنسبه للغاويه الكابوريا طاجن، يعني خلطة سنجاري يا جماعة. خلطة سنجاري. أبو الكباتن. دي بقى كابوريا من عند أحمد عبد الله الإمبراطور، حاجة جميلة أوي. بصوا يا جماعة كابوريا أحمد. ويتقال يعني. وأنت ما بتستغناش عن أحمد. لا هو ما بيستغناش عنك. أنا بجيب شغل بس ما أقدرش أستغنى عن الكابوريا. بصوا يا جماعة كابوريا حجم كبير، 3 في الكيلو. عملها برضو خلطة سنجاري. وحطها في الفرن. طبعا هو
ما بيقلبش على طول يا جماعة، على أساس إن يحفظ الدقيق على. طبعا دي خلطة سنجاري يا أحمد، دي واحدة، دي الخلطة المستوية عبارة عن بصل واخد صدر زيت على النار، بعديها فلفل، وبعديها طماطم، عصير طماطم في الخلاط مع معلقتين كركم والتوابل والملح. وتسويها قد ايه على النار لغايه ما تتسبك؟ يعني ثلاث ارباع تسبيكه كده. ثلاث ارباع تسبيكه يا جماعه، عشان هتكمل سواها مع السمك او خلطه الكابوريا او اي خلطه تانية. هنا بقى بصوا يا جماعه، ست البيت بيعلمنا انك انت لما تيجي تقلي الحارس ليه بقى يا محمد؟ هتقفل تقفل بطنها، وفي نفس الوقت السمكيه ما تتصرخش، ما ت... ما تبقى حافظه نفسها، ما تفشرش كده، تبقى عامله زي الفرنساوي. لسه يا جماعه التسويه بتاعت السوبيا لسه شويه، لما تاخدوا اللون الذهبي يا احمد. قول لنا على التوقيت بتاع السوبيا صبيت. هي معادلة الزيت يا محمد. نعم؟ معدل زيت. يعني لا يعني قد ايه ويطلع؟ السوبيا البلدي مفيش خمس دقايق. هي لوحدها طعمها بيقطم وجميل ومسكر. اللهم صل وسلم. اللهم صل على النبي. ادي بربون يا جماعه تاني اهو. وهنتابع مع بعض السجان شوربه. شوربه بيضة ولا شوربه؟ لا هتبقى اسبانيش. طبعا احتراما للاذان، نخلينا مع صوت الاذان. الله ينور عليك، ايه الجمال ده؟ لفها بقى. تسلم. والكباتن معانا يا جماعه. هنا حطينا الحارس يا جماعة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود. ممدوح منسي احمد شعر العالمي، ممدوح بيسلم عليك. استاذ ممدوح زي حضرتك، وحشني والله، وحشني مكالماتك الجميله. استاذ ممدوح يا جماعه بالمناسبه بيعمل اكلات سمك. مع الفل مع الجمال. تحياتنا للاستاذ ممدوح منسي. كده حطينا الشوربه اللبن وطفينا يا جماعه عشان اللبن ما يجبنش. طب الهوا كده تقريبا، عشان هو حجم صغير 10 على 10. وانا هنشوفها هنا، هنشوفها هنا. بصوا يا جماعه، كل حبه بحبتها مقفوله، مش ضربه جناحين بره. ايه دور عليها. بربوني سويسي. يبقى شاهدنا كده طريقة يا جماعة، صبيت الحارت البربوني ان شاء الله، وشوربة السي فود، ثلاث طرق. وهنتابع مع بعض، انتظرونا في شوربة السجان. طهار يا
تكون فين؟ اسال بكر، اسال بكر. بنشاهد مع بعض يا جماعه، هي تكات صغيره في القلب وفي تجهيز القلب، بتلاحظ ان الحرتايه كبر الصوره اهو مقفوله على نفسها. بص يا جماعه من قريب الحرتايه واحده بوحدتها والجناحات مقفوله يا جماعه كانها ما اتفتحتش اساسا في التنظيف. دي الطريقه دي اتعلمناها من الشيف احمد شعره. احنا نتعلم منك يا عم احمد. وجمهورك بيقول لك احسن حاجه فيك انك انت ما بتخبيش حاجه من خبايا مهنه. يا عم احنا يعني هنيجي ايه في العمالقه بتوعتنا الشيف علاء والشيف حسن، ناس محترمه اللي بتقدر تشوف بقى كده الرزق بتاع ربنا. لا يعني مش كده، يعني هو ده يعني الناس اصلا ما بتقدرش علينا في اي محل. قدوتك الشيفات دي. بصوا يا جماعه البربوني بينزل ومفيش تقليب يا جماعه، بنركز على النقطه دي، مفيش تقليب. هنشوف شوربه السيفود، شوربه السجان، ونقفل البث المباشر. جاهز يا احمد السجان؟ بننتظر حوالي 5 دقايق ما نقلبش عشان تماسك. ده جمبري هيتقلي؟ سندوتش جمبري. سندوتش جمبري. هنا بقى ليه بقى؟ هنا ليه؟ اجي لك؟ هو كان عنده مشغول مع الحاجه ربنا يشفع عنها، فعشان كده انا ايه؟ نحترم الخصوصيه. وكان هو كان طب احيي فيه ان هو مشغول مع الحاجه، هنصور ازاي وهو مشغول مع الحاجه؟ صح يا ابو احمد؟ طبعا يا جماعه حطي خلطه، قول لي على خلطه تطبيق روعه اللي هي توم وكركم وتوابل. لا طماطم، فلفل اخضر، ريحه الكزبره والخضره والنشف قصدي، والفلفل الالوان على طريقه زنجر كده. الله ينور عليك. طبعا عديه على طول بقى تاني. تعالي بقى نبدا نقلب ده الخلطه دي لايه؟ شيل السجان يا جماعه، هات السجان ده، هات السجان هنا. السجان ده يعني ما ينفعش يشوي ولا يتقلي ولا يتقلي يا جماعه. في سجان رخيص بيبقى حجمه كبير وفي نفس الوقت بطنه بتبقى راعيه فيها، فيستحسن ان الشيف احمد هينضفها، ينضف السمكة من بطنها ويحضر لها تتبيلة وتجهيزة معينة عبارة عن خلط سنجاري مع كزبرة ولا شب؟ كزبرة شبك بقدونس. خلاص هنطلع ده بقى. طب طلع قلب الأول البربون. شوف أنا متابعك إزاي؟ بص يا جماعة، بص بقى هو كده بعد 5 دقايق يبدا يقلب براحته البربوني او الصبيط او الجمبري، لازم ياخد وقته. سيبه طالع البربوني، سيبه طالع البربوني. شويه زيت اكيد تومه و شوف بيعامل الناس بتوعه ازاي يا جماعه بادب وباحترام. سر النجاح ده يا احمد انك انت تخلي الصبي اللي عندك او اللي بيساعدك. بس يعني بلوم ماليش حظ بالناس يعني. الصناعيه يعني والله يعني الحمد لله. احنا بنشيلهم، واخد بالك يا احمد؟ احنا بنشيلهم ويروح ايه؟ ياخد رزق. هقول لحضرتك على حاجه، خد اللي عايز يغني، لو انت تروح في مكان افضل انا ما زعلتش منك. صح صح. وانت انت اهو قد ما انت شيف ربنا بيكرمك بتسعى للافضل. بس يا جماعه هيصفي الكابوريا ليه؟ لان دول مجموعه مع بعض. عايز يقسم كل واحد اللي هو عايز يقسم بما يرضي الله. ده ياخد كذا كابوريايه، كذا جمبريايه، كذا
جندوفلية، لكن الشوربة هتبقى واحدة. اه يا جماعة، يعني هو يقصد ان هو يطلعهم من قلب الشوربة عشان لما يجي يقسم يقسم صح. محمد الشاعر يا جماعة، ابن الله يرحمه حبيبي محمد الشاعر. نسيب ده ونخش على شوربة السمك السجان. نتعلم مع بعض يا جماعة طريقة عمل شوربة السجان. وريني بقى الطشة بقى تومة. الله عليك، ريحة التومة يا جماعة مع الكزبرة بعد ما طلع السجان وصفاه وياخد صدمة النار بتاعت التوم. الله، هي دي صدمة النار يا جماعة، بتخلي السمكية متماسكة يا أحمد وما تفشرش. وبعدين ننزل بشوربة سنجاري بالخضرة. الشوربة قليلة ولا تيالي؟ طبعا التوابل، كاري، شطة مع الكزبرة وكمون، وهنا برضو كزبرة وكمون، لان ده سر الجمال. الله، حبهان وفلفل اسمر بس كده كفايه. يا احمد بص، يا جماعه عشان احنا عارفين عندنا خبره، السجان فتح وفشر، لو انت قليته هتلاقيه انفد وما ينفعش لا يتقلي ولا يشوي. اسلم حاجه ليه الشوربه دي يا جماعه. اقفل يا احمد. صف زيتها بعد اذنك جامد. الله ينور عليك، الله ينور عليك. نعم، هات البربونيه مكسوره. يعني هات البربونيه مكسوره، واحده متكسره واحده ما فيهاش زينها. بسم الله ما شاء الله. دي بقى السر، ان انت ما تقلبش اول ما تسيب الكنز. تمام. التتبيله بتاعتك الحلوه اللي دايما يقول لك بقى دي بيفك مني من على الحاجه. نعم، عيد تاني. في ناس دايما بتقول لي يا شيف احمد الدقيق بيفك من على الحاجه، ده بسبب ان مجرد ما ينزل في الزيت انت بتقلب. غلط، سيبه فرصه انه يمسك في ايه؟ في السمكيه نفسها. ده الجمبري يا جماعه اللي هو بخلطه روعه او بتتبيله روعه زي ما احنا بنقول، وهننزلها على جنب صينيه القلي او الطاسة القلي كده يا جماعه. ان شاء الله خلاص على وشك ان احنا نقفل البث المباشر. هنشاهد تعبئه السي فود، وبعدين نيجي نتابع شوربه السجان. اتفضل يا ابو حميد. طبعا جاب حبايه كابوتش يا جماعه. ده السندوتش الجمبري، ده السندوتش الجمبري ده. طب نجيب ده على جنب كده. ادي الشوربه بتاخد كام؟ سته؟ هو عايز سته شوربه، ست كوبايات شوربه سي فود. انا عايز بقى اقول حاجه يا جماعه، طبعا بس ما حدش يزعل مني يعني في الكلام اللي انا اقوله. من على الهوا يا احمد. المخليه، الشوربه المخليه، الشوربه المخليه لما يديها لك بسعر قليل ما بتبقاش بلد. انا اسف. اما النهارده بفضل الله انا جايب كابوريا والله بتلعب. والله انا ما رضيتش. طب اقول لك على حاجه يا احمد. تمام، اتفضل. كانت بتشوي الكابوريا دي على النار وبتتلعب. انا لا، انا ما رضيتش عشان اذى الناس، بتتاذى من المنظر ده. ان دي روح ما رضيتش اصورها. تعال نبص على الجمبري، تعال نبص على الجمبري. الجمبري يا جماعه طبعا ما بياخدش وقت عند احمد. احمد عنده حق. هات الطاسه يا حبيبي بالورقه. طيب والجمبري مفيش اربع دقايق يا احمد. لا بس اللون والتتبيله روعه. ما تتبيله روعه دي بقى والله ما بيخبيها. قولها يا احمد. توم، فلفل، طماطم، شوربه. ده تتبيله روعه. بنتنا وحبيبتنا اللي كانت شغاله جايه هنا تطلب اوردر مع مامتها، واحمد كان اول مره يعمل التتبيله دي، راح مسمي التتبيله ده باسم تتبيله ايه؟ بنتنا روعه. بصوا يا جماعه، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر.
هي طبعا التتبيله متبله ملح، انت بتحط تشعيره بس. يعني. بصوا يا جماعه بقى، هنا عباره عن كابوتش. مفيش طماطم، مفيش طاسه طحينه. لا بس هو عايزها كده. اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعه مع بعض، طبعا هيحط كتير عشان المساحه تنزل لتحت. اللهم صل على النبي يا رب ينزل صحه وعافيه على صاحبها. لو انا التكلفه دي يا احمد يقف الساندوتش بكام؟ اسمعني ماشي بالراحه، دي كيلو جمبري؟ دي فيها كيلو جمبري. بكام الكيلو؟ تقريبا 160. 160 يعني 40 جنيه مثلا الساندوتش. و لسه في بقى اللي هو 40 جنيه والعيش والتتبيله، يعني 60 جنيه ساندوتش. بس ده يعمل خمسه. يعمل خمسه بس انت هنا هتعمل اربعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه، هيعمل خمسه يا جماعه. يبقى يقف الساندوتش عليك ب 40 جنيه روعه. ما شاء الله. ما شاء الله. ما اولا عيش بلدي مش عيش فينو؟ عيش بلدي. يعني بياخد كميه اكبر؟ لا انا اقصد ايه؟ عيش بلدي يعني بياخد كميه اكبر. حط عليه تتبيله ولا خلاص؟ لا تمام. الله ينور يا شيخ. جندوفلي ليه جندوفلي ولا ضاع؟ يا عبد الله الجندوفلي ضاع؟ ايوه حاضر حاضر. ده جربتيه يا احمد؟ ايه هو؟ الجمبري؟ سندوتش جمبري بالكابوتشي. حلو كده؟ ابدا يا جماعه يوزع تقريبا حوالي خمس حبات ست حبات في كل واحده. الله ببركة ربنا يا عم. بركة ربنا. ترجع تقسم تاني. بركة ربنا والله. اتفضل يا حبيبي. خلاص يا احمد الكابوريا. يا خلاص طلع الكابوريا يلا. خلاص ماشي الكابوريا الضاكر. ايوه. النتايج الضاكر. الضغر بتاع عمك يوسف. ازاي؟ حتى الشرة فينك ده البربوني؟ لا ده البربوني اهو. جيب الشوربة يا احمد بقى. الصبيت. ده الصبيت. احنا هناكل اساس الشوربة والله. بسم الله ما شاء الله. مع شر مع شر كله خلص يا حاج. تمام كده كله يا بس كده. هات بقى شوربه وانا مستنيك. ماشي. شوربه بالكريمه او باللبن. بسم الله ما شاء الله. تبدا طبعا تدي كل لغايه ما الكوبايه تبقى تربعها مليانه. صحه وعافيه على اصحابها يا جماعه. بيقلب الكريمه يا جماعه على اساس ان ايه كلها واخده دسم واحد. عشان الوش. تمام. عايز اقول على حاجه يا عم احمد. اتفضل. سمعتها بصراحه وانا رديت غيبتك يا جماعه. احمد عبد المقصود، انا اسف ان انا بقول من غير لقب. لما بيجي زبون السوق وبيمشي معاه بيمشي معاه لابتغاء وجه الله. الحمد لله والله العظيم 3000. الحمد لله. حد. لا 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 لا، وانا الحمد لله احنا اكبر من كده والله العظيم 3000. مصلحه مع حد ولا بياخد من حد حاجه. ويا عم احنا الحمد لله الغني. كده بقى نسيب الشباب يعبي ونروح نتابع شوربة. نديها شوت من دول الشوربة بتاع السجان. لا ده طعم ده طعم ده طعم ده طعم اكيد يا جماعة. انا حبيت بس ايه اوريكم ان طعم السجان ما يخشش عليه تعديل. عملت لك ثلاثة عند يسرا عشان ما شاء الله جامدة يعني. يلا ثلاثة على طبق كيلو ونص وليمون. يلا خلي حبيبي اشباك على السجان. ماشي تمام كده كفاية. طفاه يا جماعه.
ممكن تاخد شرشر لبن بعد كده يعني لبن لا ما تاخدش برضه لبن يعني بطل. بص يا احمد بص يا جماعه بص يا جماعه اقلب لي الغطا ده يا احمد اقلب لي الغطا ده تعالى بقى تعالى تعالى حطيه دي هنا بقى هو الراجل ده بصراحه من الناس المحترمه تشرف بحضرتك حبيبي احمد فتحي عم احمد فتحي استاذ احمد فتحي من القاهره حبيبي ولا من هنا اهلا وسهلا ده سجان بشوربه المميزه يا جماعه خلطه السنجاري مع الخضره مع طشه وصدمه النار هيدوم عم صحه وعافيه اتفضل هيدوق يا جماعه السجان تتبيله حلوه وسوى جميل تسويه جميله وطعم اللحم حضرتك دوق اللحم نفسه لوحده طعم السجان ما يختلفش عليه اثنين الله ينور ربنا يفتح نفسك ويزرع عليك انت واسرتك بالصحه بنتابع فرش احمد على الهواء مباشره على الهواء في حبر يا جماعه وفي كسكومري صغير وفي شبار لا غنى عنه وفي طباره وفي شويه زرابين وشويه شركس وفي يا جماعه ملص وفي دنيس طبعا دي حدايه بتتقطع ودي بلاطه عندك البلاطه بكام يا احمد؟ الله ينور عليك وفي حاله رفيع وفي سهليه وفي بلاطه اكبر وسردين ودي خنزيره بلدي ربنا يوفقك يا احمد صباح الفل برضه في البث مباشر ما ننساش ابو كريم الفيديو بتاعه يا جماعه لما عملته كان معاك ابنك كان وش خير انت قول بقى بسم الله ما شاء الله ناس كثيره جات لنا سلام من مصر ومن بينا الشيخ زايد والحمد لله تليفونك يا احمد يا ابو كريم تاني 012 980 15 43 طبعا يا جماعه مشهور بفواكه البحر بلح البحر المجفف فرس البحر او فرس البحر او حصان البحر سرنباء بصوا يا جماعه حجمين عنده ده فرس البحر يا جماعه وعنده سرنباء حجم صغير ناشف وسرنباء كبير وعنده ممكن تلاقي جمبري متقشر مصر جندفلي نهيد طبق تشكيله لوجز على نهيد ولوجز على جندفلي ولوجز صافي ده يا جماعه هتلاقوه على نصيه تاني حاره على الشمال صباح الفل ابو كريم صباح الفل عليك يا عم احمد الله يخليك طبعا عنده بلح يا جماعه ما ننساش طبعا الاسعار دي يبقى فيديو مخصص بقى واللي عايز يتابع الفيديو اللي احنا عملناه لك من اسبوعين صباح الفل نرجع بقى وانهي البث المباشر عند احمد كده شوربه السمك انت عبيتها وبكده نقول ايه بقى؟ عايز اقول حاجه بس ثواني طبعا عايز اقول حاجه بقى انا بقول لكل جمهورنا المحترم اللي بيشوفنا يا جماعه انا عايز انا اللي بتكلم والله هو مش بيتكلم دعموا القناه ونفس القناه تبقى افضل من كده لان الراجل ده طبعا يعني بيقدم لكم خدمات وبيقدم لكم جودات وبجد انتوا لقيتوا جوائز السويس فاهمين في السمك اكتر من بتوع السمك الحمد لله الحمد لله كل سنه وانتم طيبين وكده نقول وعم يا سعيد على كل الناس اللي بتشوفنا ان شاء الله مع دلوقتي نقول مع تحيات الباشمهندس احمد عباس واحمد شعره حبيب. كل سنه طيب يا احمد وانت طيب يا احمد